في خطوة أولية لفك الشجار بشرنا تحرياتنا الميدانية بغية تحديد هوية الضالعين في ذلك، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية واستصدار الإذن بالتفتيش لمساكن المتورطين المؤشر عليه من طرف السيد وكيل الجمهورية لمحكمة وهران، قمنا بتوقيفهم الواحدة تلو الآخر مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام، شماريخ هوائيات تستعمل كدروع وكذا كلبين شرسين مدربين.